اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. النهارده ان شاء الله في ضيافه البيت الكبير واحده من بنات النادي الاهلي، من ابرز الاسماء في تاريخ لعبه الكره الطائره، ومتوجه باكبر عدد من البطولات اللي ممكن لاعب او لاعبه توصل لها في لعبه جماعيه. دخلت النادي الاهلي وعمرها مش هقول لكم كام سنه دلوقتي، ولكن دخلت النادي الاهلي وهي عمرها 7 سنوات. النهارده بعد قرار اعتزالها بنستضيفها في البيت الكبير او في قناتها او في بيتها داخل قناه النادي الاهلي. خليني ارحب بواحده من اساطير الكره الطائره في مصر وفي النادي الاهلي، نهله سامح. ازيك يا كابتن نهله؟ اهلا بحضرتك. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. عامله ايه؟ كله تمام الحمد كله كويس؟ الحمد لله. قبل ما نتكلم معاها هنطلع نشوف تقرير عن نهله سامح ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. نهلة، أنا هبدأ معاكي بقرارك الأخير وهو قرار الاعتزال. اللي أنا أفهمه واللي أنا عارفه إن أنت كان عندك المقدرة إن أنت تقعدي على الأقل 2 أو 3 كمان. طبعا يمكن القرار ده طبعا قعدت أدرسه فترة، يمكن بقالي يعني هقول من السنة اللي فاتت إن أنا بدرس القرار ده، لكن يمكن الظروف ما ساعدتنيش السنة اللي فاتت إن أنا أعتزل في وقت كان صعب شوية، كان نقطة تحول كبيرة يعني مع الفريق. فكملت السنه دي وقررت ان السنه دي يكون ده انسب وقت وان انا اخرج فعلا وانا لسه قادر العب. اعتقد ده كان قرار صائب ان انا اخرج وانا لسه قادر العب، والحمد لله كان حتى مع المنتخب المصري كان المشرف على المنتخبات كان كلمني وكان حابب ان انا اكون، فانا يعني انا كنت حابه ان انا اعتزل في الوقت ده، يعني اعتزل وانا قادر اكمل وانا في اعلى مستوى ليا يعني، وانا حتى الحمد لله قادر ان فزنا ببطوله الدوري وكاس السوبر. فكنت يعني اعتقد وكان حلمي من وانا صغيره ان انا ابطل وانا الحمد لله لسه قادره يعني. يعني انت حاول البعض ان يثنيكي عن هذا القرار؟ اكيد طبعا، ويمكن حتى يعني مش عايزه اقول جوه مصر بس، لا يمكن كمان في مدربين بره مصر تواصلوا معايا ولاعيبه بيلعبوا قدامي في منافسه يمكن ما اتكلمتش معاهم، عشان دايما كان بيكون في منافسه طبعا زي ما حضرتك عارف يعني طبعا. مثلا فرق من تونس والكلام ده. اتفاجئت ان لقيت بعد القرار لقيت لعيبه كتير متضايقين من بره مصر، يعني حتى المنافسين ليا ابتدوا يكلموني قالوا لي احنا الخبر ده طبعا زعلنا جدا واحنا شايفين انك تقدري تكملي، ولكن انا حبيت طبعا ان انا يعني ادخل بقى تحدي جديد ان شاء الله. في سبب رئيسي خلاكي تعملي كده؟ لا بس انا حابه ان انا ان شاء الله يعني زي ما قلت لحضرتك ان انا كنت اخرج وانا الحمد لله في اعلى مستوى ليا، ان انا كنت قادره العب وان احنا الحمد لله كسبانين الدوري وكاس السوبر، وان انا ادخل بقى ان شاء الله تحدي جديد بقى ان شاء الله. يعني ايه التحدي الجديد اللي ممكن تخشيه؟ يعني زي ما انت بتقولي ان انت، او انا بشوف ان القرار الاعتزال ده القرار الاصعب بالنسبه لاي لاعب في العالم. جدا 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 يعني لانه يا اما بتجبر عليه او في حالتك انت بتفكري مليون مره، اعتقد يعني بقالك سنه اهو بتقولي بفكر في هذا الامر، وبالتالي هو قرار صعب جدا، فان انا اخد هذا القرار اكيد انا محدد لنفسي هعمل ايه. هو انا ان شاء الله ناويه ان انا ما اخرجش من النادي الاهلي، فابتديت ادعم شويه نفسي بكورسات طبعا، يعني خدت كورس كوتشنج ليفل 1 من الاتحاد الدولي. اوكي. وداخله خلاص كمان يومين ليفل 2 فني، ولكن انا برضه حابه ادخل ممكن حتى لو في حاجه هدخلها في الاداره، فانا حابه ادعم نفسي في الناحيتين. وان شاء الله يعني ربنا يسهل، وانا يعني ناويه ان انا اخدم ان شاء الله النادي الاهلي بشكل مختلف عن ما كنت لعيبه ان شاء الله. طيب احنا عايزين نبدا الحلقه لما دايما الواحد بياخد مثل هذا القرار بيكون لازم اهله معاه في هذا القرار. انا واحد من الناس الحقيقه تفاجات، يعني انا يمكن بحس ان انا قريب شويه من النادي الاهلي واللي بيحصل داخل النادي الاهلي، ولكن تفاجات بمثل هذا القرار، وبالتالي كنت محتاج اعرف خلال اليومين 3 اللي فاتوا لما نهله اتفقنا معاها ان هي تكون موجوده معانا، حاولنا ان احنا او انا شخصيا حاولت ان انا اعرف ايه السبب الرئيسي اللي خلاها تعتزل، لان انا عارف ان هي قادره على اللعب على الاقل 2 كمان، ولكن اوكي هي عايزه تعمل كده، ولكن راي اهلها رأي باباها رأي مامتها في هذا الأمر إيه؟ خلينا نروح نشوف رأي والد ووالدة نهلة سامح، الأستاذ أو كابتن بقى، أنا هقول كابتن صح، كابتن سامح عبد القادر، ووالدتها كابتن مديحة أحمد صح. مديحة أحمد أهلا بيكم منورين. اهلا وسهلا استاذ سامح، هعرفكم معانا كابتن نهله سامح. ف مدام مديحه بقول قبل كده، بتهيألي شافوني قبل كده، شفتوها قبل كده اعتقد.
شفناها تقرب لنا من بعيد من يعني. بعيد قوي. ها اخبار حضراتكم ايه؟ مشرفينا ومنورينا على شاشه قناه الاهلي. الحمد لله، اهلا بيك واهلا بقناه الاهلي واهلا بالاهلي كله. يعني كابتن سامح، خليني اسالك الاول، هل حضرتك موافق كابتن نهله على اعتزالها؟ وبعد كده طبعا، او خليني اسال مدام مديحه الاول، لانه اعتقد هي يعني ليديز فيرست يعني، فخليني ابدا بمدام مديحه واسالها، اقول لها هل حضرتك موافقه على قرار نهله في اعتزالها؟ اه فعلا الحقيقه يعني وقت مناسب جدا، لان هي يعني انا كنت يعني اعرف ان هي ممكن تدي اكتر كمان، تدي اكتر، بس يعني كده الوقت ده المناسب عشان الناس تبقى فاكراها بقوتها ولعبها يعني. كابتن سامح، اهلا، هل حضرتك كنت موافق على هذا القرار برضو؟ اكيد اكيد، لان أوكي. هي الحقيقه ابتدت من صغيره، من صغرها جدا جدا جدا، وقعدت فترات كبيره في حياتها، والحقيقه كانت يعني حياتها الفولي، يعني حتى الشغل، حتى كل حاجه، تقول لي يا بابا انا ما اعرفش اشتغل، وبعدين اروح معسكر او اروح العب ماتش، او انا احب اركز في كل حاجه عشان اديها حقها، فانا بلعب فولي، ادي الفولي حقه، اخلص من الفولي اشوف بقيه حياتي. فطبعا هي وصلت لمرحلة الحمد لله، مرحلة يعني ما فيش ناس كتير وصلت لها، فحست ان خلاص كده هي تبتدي دلوقتي بقى تعتزل وتبتدي تشوف الجزء الثاني من حياتها. كابتن نهله، اول حاجه هي يعني كانت هتعتزل السنة اللي فاتت على فكرة. ما هي لسه كانت بتقول لنا هذا الكلام، ما انا كنت لسه هسألها، بس اقول لها اتفضل يا كابتن. نظرا للظروف اللي مرت بيها الفرقة. اعتقد ان ده قرار مهم جدا، ان انت تغييرات كثيره جدا حصلت في الفرقه السنه اللي فاتت، وخروج 4 أو 5 لاعبين من اللاعبين او من اللاعبات الاساسيات في النادي الاهلي، خروجهم كمان كابتن الفريق بيبقى له دور مهم جدا جدا يا كابتن نهله في هذا الامر، عشان كده انت فكرتي ان انت تقعدي سنه كمان. بالظبط، ويمكن انا يعني شفت ان انا طبعا يعني انا مسؤول عن الفرقه، بما اني كابتن فريق الفرقه كلها فيها ثقه، وما كانش هينفع ان 5 لعيبه من القوام الاساسي للفرقه فجأة مشيوا، وكمان هنزود يبقى لعيب سادس ومنهم كابتن فريق، فكان اعتقد ان ده هيكون صعب جدا على الفرقه، فانا لا، فضلت ان انا اكون معاهم وادخل التحدي السنه دي، والحمد لله اعتقد ان احنا كان بالنسبه لنا تحدي ناجح السنه دي يعني. طيب، باباكي ومامتك ساعدوكي ازاي طوال فتره طويله جدا جدا من سن 7 6 7 سنوات وحتى سنك الحالي؟ هم ليهم الفضل طبعا بعد ربنا. يعني يمكن انا اخواتي كانوا بيلعبوا طايره، فهم طبعا كانوا هم اللي حطونا على المشوار ده من الاول. هم كانوا مصممين طبعا ان احنا ندخل في الرياضه ونبقى ملتزمين بحاجه في حياتنا، فطبعا انا بشكرهم طبعا، هم موجودين معايا هنا، ويعني لولاهم طبعا ما كنتش هكون موجوده هنا النهارده يعني. فهم بصراحه كانوا ورانا، بنخلص مدرسه، يعني عايز اقول لحضرتك ان بابا كان بيستناني بره المدرسه بالعربيه يوديني التمرين، كانوا على طول معانا، يمكن حتى لما اخواتي كانوا بيتمرنوا وانا صغيره قاعده على طول معاهم في الملعب، كنت بعمل مثلا الواجب بتاع المدرسه، ماما قاعده معايا بتخلص لي الواجب عقبال ما التمرين يجي، فكان عملوا مجهود يعني كبير جدا يعني معانا بصراحه. دور الام والاب اعتقد بيبقى دورهم كبير جدا، يعني مدام مديحه حضرتك طبعا الام، وبالتالي انت الاقرب لبنتك، اهم المميزات اللي شايفاها في نهله خلال فتره طويله جدا جدا، بحيث ان هي وصلت، بقول لحضرتك ان احنا لما جينا نعمل او نشوف ان نهله مثلا جايه معانا ضيفه ومين اتكلم عنها، لقينا ناس كتيره جدا جدا وناس كتيره جدا جدا كانت زعلانه ان هي بطلت، وبالتالي عايزين نعرف كانت حياتها ماشيه ازاي، كانت امورها ماشيه ازاي، حضرتك كنت بتعملي معاها ايه، والدها كان بيعمل معاها ايه. الحقيقه يعني احنا يعني كرياضيين حبينا ان احنا اولادنا يقبوا كده زينا يعني، فمن صغرهم والله، من كيجوان وهم في الرياضه ماشيين معاهم واحدة واحدة، أخدهم كلهم يعملوا الواجب بتاع المدرسة في النادي، وكان المدربين يشوفونا
انا فاكره كابتن رؤوف كان يقول لي ايه، الله يكون في عونك، انت بتاخدي كل واحد واحد شويه بشويه. والله. فالحقيقه يعني احنا بس هم ساعدونا بمستواهم من صغرهم، وهم كانوا مميزين وموهوبين الحقيقة يعني. يعني احنا ما تعبناش في ان احنا ان هم يتصعدوا، هم تصعدوا بمستواهم. طبعا مستواهم الحقيقة، وكان كل والله وقبل مستواهم اخلاقهم الحمد لله. يعني يعني انا علمتهم انهم يحبوا زمايلهم ويتمنوا لهم الخير على طول، فيعني الحمد لله طلعوا على نفس الريتم ده يعني. طيب كابتن سامح، انا هسألك سؤال مهم جدا، وهو سؤال لانه الحقيقة للاجيال القادمة، انا عارف اجابته الحقيقة، ولكن هو سؤال للاجيال القادمة، لانه احنا برضو من خلال وجودنا في قناة النادي الاهلي بنحاول نعلم الاجيال القادمة يعني ايه انتماء للنادي الاهلي. فسؤالي هيكون واضح، لو كان جه لنهله عرض خارج النادي الاهلي، مش هسمي نادي ولكن من نادي اخر، وجه عرض لنهله وقد ممكن تكون نهله فكرت فيه وجت سالتك، كنت هتقول لها ايه؟ يعني بدون تفكير لا. يعني يمكن في السن الصغير حتى او في البدايه، اي منظومه رياضيه انا بشبهها بمثلث ثلاث اضلاع. الضلع الاول ان نادي ناجح، مجلس اداره ناجح، فيه اجهزه، فيه مدربين، فيه نظام، فيه منظومه كامله. تاني حاجه اولياء امور بتساعد ولادها. تالت حاجه لعيب مجتهد. لما توقع مرحله من دي مش هتوصل انك تطلع لاعب. فالنادي الاهلي في المنظومه، في النظام، في المدربين، في مجلس اداره محترم، في كل حاجه تقدر تقولها في البند الاول او في الضلع الاول اللي انا قلته. مهما كانت المغريات، فدي ما بتبقاش موجوده مهما كانت. هم جالهم على فكره، ما بيقولوش. ايوه، ما انا على فكره جالهم عروض ومحدش عرف عنها حاجه. فده اللي انا بقوله، يعني اللي انا بقوله الضلع الاول في المثلث، وده اهم ضلع عشان يطلع لاعب متمثل اعتقد في النادي الاهلي نمره واحد. طيب نهله برضو نفس السؤال، انا عارف طبعا الاجابه وكل حاجه، ولكن دورك التعليمي، ان احنا دلوقتي الناس بتنظر لنهله واحده من اساطير كره الطايره سيدات في النادي الاهلي في مصر وفي النادي الاهلي، وبالتالي انا عارف ان جه واتعرض عليكي، وخصوصا السنه اللي فاتت تحديدا او بدايه السنه اللي احنا فيها يعني اللي هي خلصت، تعرض عليكي امور كثيره جدا، وقد تكون المبالغ الماليه اكبر من اللي انت بتاخديه، ومش السنه دي بس، وحصلت قبل كده انت واختك شريهان. ولكن اشرح لنا برضو اللي حصل في هذه الامور، ولماذا اتخذتي قرارك بان انت تكملي مشوارك في النادي الاهلي. هو انا يمكن فعلا انا وشريهان جالنا عروض يمكن كان ضعف العقد بتاعنا في النادي الاهلي او اكتر، ولكن احنا حتى يمكن مجرد لما يعني حد بيتكلم معانا في القصه دي احنا كنا بنرفضها، حتى احنا ما دخلناش الموضوع رسمي او قلنا احنا جايلنا عرض، حتى واحنا لسه بنجدد عقود احنا حتى ما كناش بنستغل الحاجات دي. في لعيبه اعتقد بتستغل الحاجات دي وقت تجديد العقود، لا احنا من نفسنا رفضنا، اللي هو لا نهله وشريهان احنا اولاد نادي الاهلي. تاني حاجة يعني في دايما لعيبة بيكون اسمهم مرتبط بالنادي. الحمد لله، وده شرف ليا ان انا من الناس دي، ان انا اسمي مرتبط نهلة لعيبة النادي الاهلي. ما كنتش هشوف نفسي خالص في نهلة لعيبة اي نادي تاني حتى لو بره مصر، يعني كان برضه بيجي لي عروض بره مصر، ولكن انا كنت مفضلة ان انا افضل في النادي. ودايما يعني انا زي لما بقول لاي حد، هو الموضوع مش فلوس بس. يعني حتى بابا كان لسه بيتكلم في نادي ناجح، يعني هو النادي انا وصلت لهنا ليه؟ وصلت بكم البطولات ده ليه؟ عشان كنت مع النادي الاهلي طول مسيرتي الحمد لله، وقدرت احقق كم البطولات ده. ما كنتش عمري هوصل للرقم ده او للانجاز او للكلام ده كله لوحدي او في نادي تاني، كان مستحيل يحصل الكلام ده. بس فطبعا يعني الموضوع مش بيكون فلوس بس، فانا طبعا كنت لا برفض، وانا كمان انا مرتبطه شويه عاطفيا بالنادي الاهلي يعني زياده مش شويه. انا بشوف طبعا الكلام اللي حضرتك قلتيه ده كله كلام رائع جدا، ولكن في نفس الوقت
الاثنين اللي امام حضراتكم، وهنا انا بخاطب كل جمهور النادي الاهلي، الاب والام، الاب والام، الام والاب لهم دور كبير جدا 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 في وجود هذه النجمه وهي قاعده امام حضراتكم وبتتكلم بهذا الشكل الحقيقه. عشان كده انا اصريت الحقيقه النهارده ان هم يكونوا موجودين معانا علشان نقول لهم بالفعل انتوا عرفتوا تربوا. اعتقد ان كل الامور او سنوات العمر اللي تعبتوا فيها خلال عمركم كله اعتقد باينه جدا. اخيرا يا كابتن سامح يا مدام مديحه، لو حضراتكم عايزين تقولوا اي حاجه لنهله او كابتن نهله وهي قاعده امام حضراتكم، اي حاجه حضراتكم عايزين تقولوها اتفضلوا. اتفضل. انا عاوزه اقول لها ان شاء الله ربنا يوفقك في حياتك الجايه، وولادك باذن الله هيطلعوا زيك مخلصين للمكان اللي هي هيلعبوا فيه، وهيطلعوا لانك انت اللي هتربيهم، لانك انت فعلا مثال يعني ناجح في كل حاجه. انا فخوره انك انت بنتي يعني. كابتن سامح اتفضل. انا بقول لها اشكرك اشكرك واشكرك واشكرك لانك اسعدتيني زي ما اسعدت جماهير كتير جدا سواء على مستوى النادي الاهلي او منتخب مصر، ولا تتخيل مدى سعادتي. كانت كل ما تحقق بطوله او تكسب ماتش انا كنت ببقى يمكن فرحان اكتر منها. فانا بشكرها وبتمنى لها التقدم في حياتها والصحه والسعاده، وربنا يكرمها ويوفقها وببعت لها احلى بوسه. انا اللي بشكرك جدا يا فندم على وجودك معانا، شكرا جزيلا يعني كابتن سامح. انا اللي بشكرك جدا مدام مديحه، بشكركم جدا 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 بجد، انا شرفت بوجود حضراتكم معانا. شكرا جزيلا، اتشرفنا والله. شكرا جزيلا. طيب الاب والام بهذا الشكل وبهذا المعنى حاجه جميله جدا جدا. خلينا نطلع نشوف ماذا قال جمهور النادي الاهلي عن كابتن نهله ونرجع نكمل مع حضراتكم، ولا فاصل؟ طيب نروح نشوف ماذا قال جمهور النادي الاهلي عن كابتن نهله وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل هنكمل مفاجاتنا لكابتن نهله، ولكن بعد ما نشوف راي حضراتكم في نهله ايه. طبعا كابتن نهله من العناصر الاساسيه اللي كانت موجوده في النادي من فتره كبيره جدا، وطبعا احنا بنشكرها على الفتره اللي قدمتها، لان طبعا هي تعتزل وتعتزل ومعاها رصيد كبير جدا من البطولات اللي احنا بنشكرها عليها، ونتمنى لها التوفيق في الجاي ان شاء الله، وربنا يوفقها باذن الله. اقول لها ربنا يوفقك، واتمنى ان شاء الله الايام الجايه تبقي تدربي في الاهلي وفي منتخب مصر. احب اقول لها مبروك يا كابتن نهله، وعايزين ان شاء الله نشوفك في النادي الاهلي دايما، وانت قدوه يعني للبنات، وربنا يوفقك ان شاء الله. اقول لها كابتن نهله طبعا اللي حضرتك عملتيه بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لينا كاعضاء في النادي الاهلي يعتبر تاريخ وفخر لكل واحد مننا. طبعا حضرتك النهارده هتقومي في مرحله ثانيه من حياتك، نتمنى وجودك معانا في النادي، ونتمنى لك النجاح في كل حاجه سواء كانت شخصيه او اذا كان مهنيه في الرياضه بعد كده. شكرا جدا للفتره اللي انت هنا قضيتيها في النادي، وشكرا لانجازاتك، واتمنى لك الخير في اي حاجه انت عايزاها في حياتك. ان هي كانت قدوه لينا واحنا سعداء بيها، ونتمنى لها الخير في بقيه حياتها. والله اتمنى لكابتن نهله التوفيق في اللي جاي ان شاء الله، وربنا يوفقها في اللي جاي وعلى كل اللي قدمته للنادي الاهلي وكده. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. عايز ابدا معاكي من الاول يا نهله عشان برضو الجمهور يبقى عارف بدايتك في الكره الطايره، ليه خدتي او ليه اخترتي الكره الطايره؟ من الواضح ان الوالد والوالده من الجمعيه العموميه اللي موجوده في النادي الاهلي من وهم صغيرين لغايه دلوقتي. انا يمكن بابا كان بيلعب باسكت فبالتالي كان باسكت بس موجود في النادي على طول. ليه اخترتي الطايره تحديدا يعني؟ انا بصراحه كان اختي شيهان واحمد اخواتي كانوا لعيبه مميزين جدا وهم صغيرين، هم اكبر مني، انا اصغر يعني، انا الاخت الصغرى ليهم، كانوا مميزين جدا، فانا يعتبر انا اتولدت اللي هو لسه مش بعرف امشي، وقاعده ماسكه كره الفولي جنبهم في الملعب وهم بيتمرنوا. فطلعت طبعا عايزه العب كره طايره، وعايزه طبعا ان انا اطلع زيهم وابقى يعني مميزه في الكره الطايره. فيعني يمكن انا حتى لما دخلت الفريق انا بتهيألي ما اتعلمتش، انا كنت بتعلمها لوحدي يعني، من كنت ما انا قاعده بالكوره في الملعب وبحاول اقلدهم يعني. استفدتي من شريهان في الامر ده؟
طبعا كتير كتير جدا، ساعدتني كتير. كمان انا لما اتصعدت اتصعدت في سن صغير جدا، كان يعني ما بين كان عندي 13 او 14 سنه اتصعدت الدرجه الاولى في سن صغير جدا. فاللي كان مساعدني ان هي فوق يمكن حاجه كانت مطمناني، يعني دايما بيكون في رهبه لما لعيب صغير بيتصعد للدرجه الاولى. كمان كان في طبعا لعيبه طبعا جامدين جدا منهم كابتن تهاني توسون، يعني لسه كنت هقول لك تهاني توسون دي واحده من الاساطير، يعني انت لحقتي برضو وكابتن منى عبد، يعني مجموعه كبيره اعتقد من الاسماء الكبيره جدا اللي كانت موجوده في الوقت ده، انت لحقتيهم شويه. لحقت كابتن توتو وكابتن يسرا اختي كابتن منى، لحقت طبعا منى عدلي ميول ساره كابتن نجلة، يعني طبعا يعني لعيبه كتير طبعا مش عايز انسى حد منهم، بس طبعا كلهم كانوا اساطير يعني، وكان حلم طبعا ان انا العب جنبهم. فطبعا كان بيكون في رهبه شويه، فشيرهان الحمد لله هي كانت لعيبه الحمد لله مميزه. لا لعبت مع شيرهان كتير، لعبت شيرهان وقت طويل انا كتير، يمكن اكتر من 12 سنه في الاهلي وفي المنتخب يعني، حتى الحمد لله في المنتخب اتصعدت برضه في سن صغير درجه اولى وانا عندي 16 سنه 17. 2016 يعني 2017 لغايه شيرهان اعتزلت بعد سيزون 2015. أوكي. اعتزلت بعد السيزون ده، فاعتقد من 2004 و2003 وانا بلعب معاها الفتره دي كلها في النادي الاهلي، وفي المنتخب اتصعدت درجه اولى من 2006، ويمكن حتى لعبت مع شيرهان وهي شابات منتخب، يعني حتى لحقت شيرهان وهي في الشابات. يمكن انا كان سني اصلا حتى مش جايب منتخب الناشئات، ولكن الحمد لله دخلت على الشابات، يعني لعبت مع السن الجيل الاكبر مني جيلين مثلا. طيب كابتن شيرهان مساء الخير. كابتن اسلام مساء الخير. نور هسالك نفس السؤال، تعرفيها برضو ولا ما مش قوي عشان ما لعبتوش مع بعض كتير يعني؟ شويه غير ان انتوا اخوات. غير ان انتوا اخوات يعني؟ لا ده احنا عشره. عشره اوضه واحده. ده اوضه واحده يعني، احنا كنا من غير ما يسالونا بيحطوني انا ونهله، يقولوا لنا طب انتوا قاعدين مع بعض في البيت. صحيح. قعدوا كمان في المعسكرات والبطولات، اقول لهم ما فيش، احنا قاعدين على طول مع بعض الحمد لله من اول ما طلعت. طب يا نهله ما كانش يعني ده طبيعي ان انت انا عايزه اقعد معاها برضو، او هي عايزه انا اقعد مع اختي؟ فبرضه بتكون راحة يعني، الواحد حاسس انه في بيت كمان معسكرات كتير. طبعا في فترات ممكن مش مع بعض، بس اغلب الوقت لا، الواحد طبعا هيكون مستريح لو قاعد مع اخته طبعا في الاوضة يعني، وبالذات ان احنا كان ممكن معظم السنة احنا في معسكرات. فالواحد اصلا بيته وحشه. فيمكن الواحد بيحس انه في البيت. الواحد يحس انه في البيت، وبالذات كمان ان انا كنت صغيرة. الحمد لله شيرهان يعني ساعدتني طبعا كتير زي ما كنت لسه بقول لحضرتك يعني. فاللي هو انا كنت بتحامى فيها برضه. ايوه كان هي الاخت الكبيره بقى، فهي أيوة. هي الكبيره في الموضوع، فهي اللي بتخلص كل بتحمى حاجه بتحامى فيها. كابتن شيرهان برضه سؤال مهم جدا، هل حضرتك كنت موافقه على اعتزال نهله في هذا التوقيت وهي كانت قادره ان هي تقعد على الاقل سنتين كمان؟ يعني انا طبعا حضرتك عارف لعيب كبير، وحضرتك عارف طبعا ان اتخاذ الموقف ده صعب ازاي. بس انا كنت معاها طبعا انها دلوقتي وهي قادره ومستواها الحمد لله كويس ومحققه بطولتين الحمد لله في ظل الظروف الصعبه اللي الفريق عدى بيها. فلا انا كنت مدعماها، مع اني في النص كده يعني. أيوة. انا رجعت كده شويه لما لقيت الجمهور وصحابها وكده، كنت هقول لها يعني ها يا نهله ارجعي، وبعدين قلت خلاص ربنا يكرمها في حياتها الجايه وتخدم النادي في مجال تاني ان شاء الله. وربنا يكرمها وتبقى برضو تفضل تقدم انجازات في مجال تاني ان شاء الله. في وسط المكان او في الوقت اللي حسيتي فيه ان هي او ان انت عايزه تقعدي معاها وتقولي لها كملي، ده كان بسبب ايه؟ بسبب ان صحابها واصدقائها واصحابك واصدقائك بيقولوا لها كملي، ولا لان كانت الظروف الفتره اللي فاتت في النادي الاهلي كانت محتاجه وجود نهله؟ هي الفتره اللي فاتت نهله فعلا قالت ان هي عايزه تعتزل السنه اللي فاتت. بس احنا بقى ساعتها كلنا ما حدش يعني دعم في القرار ده، لان حضرتك عارف طبعا ظروف اللي حصلت في الفرقه. ايوه. فكان وجود نهله مهم جدا جدا جدا، انها تلم الفريق وانها يعدوا زي ما بيقولوا يعني من الضلمه اللي حصلت. صحيح. دي والحمد لله بالظبط بالظبط. وهي بالظبط ما شاء الله يعني قامت بالدور ده على احسن وجه الحمد لله. وانا يعني اللي خلاني ارجع اقول لها كده السنه دي شويه احساسي حضرتك عارف انا معاهم في الجهاز. أيوه. فالفرقه لقيتهم محتاجينها ازاي، ولحد اخر وقت بيقولوا لها لا ارجوك يا نهله خليكي معانا، احنا بنبقى مطمنين بس بوجودك يعني.
وطبعا شفت حب الجمهور وحب النادي الاهلي وكل القيادات اللي موجوده ازاي يعني بيدعموها وبيشكروها. بس الحمد لله بقى اخذت القرار وكلنا معاها وربنا يكرمها في اللي جاي ان شاء الله. انا حاسس ان انت مستريحه على فكره يا نهله. يعني انا حاسس ان انت لا يعني انا دايما شفت لعيبه كتيره جدا خدوا قرارات اعتزال كنت بحس ان اللعيبه دي انا كنت واحد منهم انا كنت ببقى متضايق قوي كنت اقول لمراتي بقول لك ايه ما سيبيني ما انا مش عايز انا عايز اكمل بس مش عايز فاهمه لا انا حاسس ان انت مستريحه. هو قرار صعب جدا قرار صعب جدا وبالذات يعني ممكن اكون انا فعلا قاعده بتكلم فيه من بدري وهيأت كل اللي حواليا ان انا هياخد القرار ده في الوقت مثلا هياخد القرار ده في دلوقتي ولكن لما الموضوع دخل بقى في الجد انا نفسي طبعا اتأثرت من جوايا بسبب ان انا حياتي كلها كانت جوه النادي الاهلي في الملعب الكره الطايره يعني ما كنتش بعمل اي حاجه في حياتي غير ان انا في التمرين في الماتشات كنت بهيئ كل حاجه في حياتي تخدم الكره الطايره فطبعا قرار مش صعب يعني مش سهل ولكن في نفس الوقت انا حتى لما بفكر انا الحمد لله عملت اللي اقدر عليه كل اللي اقدر عليه يعني اقصى حاجه بالظبط الحمد لله وكمان يعني حتى من ناحيه الفريق من ناحيه البنات اللي معايا في الفريق من ناحيه زمايلي والجهاز الفني والنادي الاهلي انا حتى من جوايا او اي حد معايا بيبقى عارف ان انا ببقى عايز ادي اقصى حاجه عندي فانا الحمد لله انا ما كانش عندي اكتر من كده فدي حاجه مريحه ضميري يعني. لا والله يعني انا يعني انا حتى الفرقه لما كانوا بيتكلموا معايا قلت لهم انا مش هسيبكم حتى لو انا فين انا هفضل وراكم ومعاكم وبدعمكم في اي وقت ومعاكم في كل وقت اصبحت مشجعه مثلا لغايه لما بالظبط بالظبط بس احساسي اللي مخليني اللي انا راضيه على الوقت ده ان انا عملت اللي عليا او اللي اقدر عليه اقصى حاجه اقدر عليها انا ما قصرتش يعني وحتى يعني انا برضو بقول للجمهور ان انا فعلا يعني حتى ما بيني وما بين نفسي حتى لو بكسل حتى يعني حتى زمايلي اللي معايا في الفريق ممكن اكيد عارفين ان انا حتى في اوقات لو انا مصابه او تعبانه او حتى في التمرين انا ما كنتش بتكاسل عامه عشان انا يعني انا فعلا زي ما بابا كان بيقول انا كنت رافضه ان انا ادخل في اي حاجه غير الفولي عشان اديها كل حاجه اقدر عليها بس فده ما يحلي ضميري شويه ان انا خلاص الحمد لله يعتبر اديت رسالتي كلاعيبه وبس فده مريح ضميري فمخليني مستريحه شويه بس طبعا جوايا حزن ان انا هبعد عن حاجه انا حياتي كلها فيها ولكن يعني تعتبر دي سنه الحياه وان شاء الله يعني في اجيال كمان جايه وان شاء الله هيكسروا الدنيا ان شاء الله. كابتن شريهان في الوقت ده الاخت بتيجي لاختها الاكبر وتسالها تقول لها انت لما بطلتي ايه اللي حصل؟ لانه حياتها كلها او حياه اي لاعب او اي رياضي بتبقى عباره عن ايه؟ تمرين يروح ينام ياكل معسكر راجع بالتمرين رايح التمرين يعني حتى الشغل زي ما هي بتقول او حتى التعليم كمان بيبقى في المستوى الثاني او الثالث تقريبا يعني في الحياه صحيح فلما جت سالتك اكيد انا ما اعرفش بس اكيد جت سالتك السؤال ده قلت لها ايه؟ قلت لها بصي يا نهله القرار مش سهل لان هي فعلا كمان زي ما هي بتقول نهله يمكن اكتر مني ومن احمد يعني احمد اخويا برضو لعيب طايره في الاهلي والمنتخب برضو بس نهله بالذات مش عايزه اقول لحضرتك كانت بتعمل نهله كانت بتنام وتقوم تحلم بالفولي كانت بتلعب فولي هنا في البيت فالفولي بالنسبه لها كان حاجه تانية يعني اكتر مننا كلنا فانا كنت عارفه من قبل ما تاخد القرار ان الموضوع هيبقى بالنسبه لها هيسيب فراغ جامد جدا جدا فانا كل اللي قلته لها قلت لها نهله القرار مش سهل وصعب بس دي سنة الحياة وانا عارفة ان الموضوع هيبقى سايب جواكي فراغ شوية لان نهلة كمان مش من الناس اللي هي على طول مثلا بتخرج او كده نهلة كانت من التمرين طول حياتها في النادي تخلص التمرين تبقى قاعدة لو بتعمل حاجة زيادة فقلت لها انت هتخلصي وان شاء الله هتكملي في الاهلي في مجال تاني فانت كده كده مش هتسيب الفولي فده احسن وقت ان انت تبطلي فيه وتتجهي لخدمة النادي الاهلي في مجال تاني برضه ان شاء الله يشغل وقتها وتطلع حبها للكره الطايره والنادي الاهلي في المكان الجديد اللي هتبقى فيه ان شاء الله. اخيرا يا كابتن شريهان لو حابه تقولي رساله من خلال البيت الكبير هتقولي لكابتن نهله ايه؟ عايزه اشكرها واقول لها انت اديتي اللي عليكي واكتر يا نهله وعملتي انجاز ما اتعملش وان شاء الله تكملي الانجاز ده في اي مكان تمسكيه ان شاء الله وان شاء الله انا عندي زياد وسيف ولادي مكملين المسيره ان شاء الله بيلعبوا طايره وهم فخورين بيها جدا في كل مكان جنبك ولا مش جنبك ان نهله خالتهم جنبك
هم جنبي هتيجي. هم جنبي. طب يعني طب ازاي كده والنبي؟ ده كلام يا جماعه يعني، ده دول الاساس. لا هم هيجوا يلا هاتيهم يقولوا لنا كلمتين، يقولوا لنا لك كلمتين. اتفضل زياد وسيف. حالا حالا تعالى. طيب. سيف وزياد مهم جدا اعتقد. زياد وسيف اعتقد بيبقوا عاملين لك اي سيفو. اهلا اتفضلي. قولي ده مين فيهم؟ سيفو. ده سيف الصغير وزيزو بقى في فريق الطايره. سيف صغير. سيف الصغير وزيزو الاكبر في فريق الكره الطايره في النادي. تعالى زيزو يلا. ده سيفو. ده سيفو. هاي سيف. زيزو. زيزو. نعم. ازاي؟ شايفينها؟ شايفينها ولا؟ ردي ردي عليه. زيزو. نعم. بتحب الفولي؟ الو. بتحب الفولي يا زيزو؟ اه. تطلع ان شاء الله لعيب جامد؟ ايوه. تحب نادي الاهلي قد ايه يا زيزو؟ ايوه. تحب النادي الاهلي قد ايه؟ بتحب الاهلي قد ايه؟ قد الدنيا. يا حبيبي. يا سيفو. سيفو تحت شقاوة. سيف بقى. اه اديني واحدة سيف برضو. الو. يا حبيبي ازيك؟ قولي يا سيف اهلي. اهلي. اهلي كان في الاستاد بيشجع. كان على طول مشجع. بالدم والروح افكر مش هتروح. قلت ايه؟ او اهلي؟ اهلي. قولي يا زيزو. سهلة. ايوه انا سامعاك. قول اهلي. كان ايه؟ افريقيا مش هتروح. قول قول. بالدم مش هتروح. بالدم بروح. هتروح. احلى. ايوه حبيبي يعني شكرا جدا. انا بشكرك جدا يا كابتن شريهان، وبشكر زياد وسيف جدا 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 على وجودهم معانا. بشكرك وان شاء الله نراك قريبا ان شاء الله. شكرا جزيلا. ان شاء الله. ميرسي حضرتك. شكرا كابتن اسلام. شكرا شكرا. لطيفه جدا زياد وسيف وشريهان وباباكي ومامتك. العيله جميله جدا. ربنا يخليكم لبعض. طيب اللي جاي بتفكري في ايه انت وانت قاعده؟ بتفكري في ايه الناحيه الفنيه؟ اه والكلام اللطيف ده، لكن هل فكرتي مثلا تعملي حاجه في اتحاد الطايره باسمك الكبير؟ يعني ما اعتقدش ان في حد في عموما بشكل عام واخد 51 بطوله في يعني انا لما عملت سيرش وقعدت ادور وسالت هنا وهنا وهنا مفيش حد واخد 30 بطوله حتى. انا فعلا انا ساعت وقت ما اعلنت الاعتزال لقيت باشمهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد الطايره بيتصل بيا بيقول لي انت متاكده من القرار ده؟ بقول له ايوه. طب ليه في ايه يعني؟ حتى قعد بصراحه قعد يتكلم معايا وقال لي ان شاء الله يكون ليكي دور ان شاء الله. قلت له طبعا يعني انا يعني في خدمه الكره الطايره طبعا كلها، بس يعني لسه دلوقتي طبعا الدنيا مش واضحه، وانا ان شاء الله يعني زي ما قلت انا حابه اخدم النادي الاهلي طبعا برضو يعني خلاص كلعيبه حاول عايزه بقى اخدمه ان شاء الله في مكان تاني يعني ان شاء الله. طيب على فكره انا ممكن المكالمه دي ابقى انا براها يعني مش لازم تجيبوا صورتي خالص. انا عايز نهله تتكلم وتقول الو وهم يتكلموا مع بعض، بقى هي اللي تسال وهو اللي يسال، تشوفوا مع بعض هتعملوا. اتفضلي قولي الو وكلمي. الو. الو. اه ايوه عارفه انت الالو طبعا. عارفه الالو. ما تقدريش تقولي حاجه تانية. عارفه الالو. يا دكتور مساء الفل. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا كابتن اسلام. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام تمام الحمد لله. دكتور احمد. ايوه. دكتور احمد طبعا هو خطيب كابتن نهله. اهلا بحضرتك. ازيك يا دكتور؟ والله الحمد لله تمام. كله كويس والدنيا كويسه؟ تمام الحمد لله. السؤال المعتاد، هل حضرتك كنت موافق على قرار كابتن نهله في اللي اتخذته باعتزالها؟ والله بص على حضرتك يعني نفس برضه اللي هي قالته السنه اللي فاتت. نفسي حد يقول ما انا بسال السؤال هو. انا فعلا ببقى حاجه يعني انا فعلا ببقى العيله وطبعا وخطيبي انا فعلا ببقى مدخلهم في اقل تفصيل. انا بحب اخد اراء يعني الاراء في الاخر ونشوف ايه الافضل يعني. فطبعا انا صدعت وفي الفتره اللي فاتت دي بالذات يعني احمد طلع عينه شويه معايا الفتره اللي فاتت، فطبعا يعني هو عارف القصه كلها يعني. اتفضل يا دكتور. لا حضرتك عارف يعني في جميع الحالات احنا اكيد هدعمها في اي قرار هي تاخده. بس يعني يعتبر ده انا شايف برضه من وجهه نظري ده وقت مناسب جدا. هي زي ما تقول كده ادت الدور اللي عليها على مدار
السنين اللي فاتت مع النادي، وخصوصا كمان الموسم اللي فات كان موسم صعب قوي على النادي بالظروف اللي حصلت. فاعتقد هي يعني شافت ان هي ادت الرساله بتاعتها كلاعبه جوه النادي، وان شاء الله بقى ربنا يكرمها باذن الله في الخطوه اللي جايه باذن الله جوه النادي. يعني يعني شايف ال 51 بطوله ان رياضي او نجم في كره الطائره او نجمه في كره الطائره وتاخد 51 بطوله حاجه كبيره جدا جدا. كيف تنظر انت بقى لهذا الامر؟ انا عارف ان انت لك علاقه في ما بين الاتحاد الدولي للكره للريشه الطائره يعني انت رجل رياضي وتعلم ايه الامور ماشيه ازاي، بتنظر للي هي بتعمله ده ازاي او اللي هي عملته اوريدي؟ يعني الرقم ده من وجهه نظري يعني ده رقم مخيف جدا، رقم مرعب يعني حقيقي. ما اعتقدش ان في حد يعني في العاب كثيره ان هو يقدر يوصل للرقم ده ويوصل لكم البطولات وكم الانجازات ده، حتى مع نادي او مع منتخب او سو ايفر في اي لعبه من الالعاب. فده رقم في حد ذاته رقم محترم جدا، وشايف ان ده يعني تاريخ كبير ليها كلاعيبه. الناس كثيره محتاج تعرف حاجه زي كده، ان في لعيبه قدرت على مدار حياتها تقدر تكسب كل البطولات اللي هي شاركت فيها بغض النظر عن المغريات اللي حصلت وكل العروض اللي كانت بتجيلها، لا هي فضلت محافظه على انتمائها ولها جوه النادي، وان هي قدرت تحقق كل الانجازات دي جوه النادي الاهلي. طبعا ده حاجه يعني مشرفه جدا وحاجه قويه جدا يعني. وده عنوان حلقه النهارده، انه لما بتكون او اخلاقك ومبادئك وحبك وانتمائك للنادي الاهلي، النادي الاهلي اعتقد بيكرمك افضل تكريم يا نهله من خلال حب الجمهور، يكفي حب الجمهور يعني. بالظبط. يمكن يعني انا بعد قرار اعتزالي ولما طلع رسمي اتفاجئت بكم رسائل رهيب، يعني جمهور الاهلي زي كان بيحتفل بيا فعلا. انا الموضوع ده اثر فيا جدا وكان فوق ما اتخيل، يعني انا ما كنتش متخيله ان هلاقي كم الجماهير دي، ولغايه النهارده بينزلوا لي فيديوز وصور، يعني الحمد لله. يمكن انا يعني ما كنتش متوقعه بصراحه الجمهور يعني ان يحتفل بيا بالطريقه دي يعني. فانا سعيده يعني، وسعيده ان انا يعني وشرف ليا ان انا في النادي الاهلي وكملت فيه، وعرفت ده كمان دلوقتي لما اعتزلت. طبعا دكتور، لما كانت نهلة بتلعب مباريات كنت بتتفرج على المباريات دي ولا انت من النوع اللي ما بتحبش تتفرج على المباريات؟ لا اسألها، انا كنت يعني في الملعب. كنت بتروح الملعب؟ طبعا. شفت يعني المباريات الاخيرة ازاي؟ يعني الماتشات النهائية. ايوه موجود معايا في الملعب طبعا. المنافسات الأخيرة أو الفترة السنتين اللي فاتوا دول تحديدا أو السنة اللي فاتت تحديدا المنافسات كانت صعبة جدا، كنت شايف المنافسات دي ازاي؟ وكان دور نهلة كنت شايفه ازاي جوه الملعب؟ بص حاجة تاني، هي طبعا فكرة ان اللعيبة اللي مشيت من النادي وراحت نادي تاني كان قوام اساسي، دي عملت اكيد شوية هدف فرقة طبعا. بس احنا كنا واثقين يعني، كنا واثقين ان هي يعني كابتن نهلة برضو عندها من الخبرات الكفاية ان هي تقدر تلم الفرقة بتاعتها، وان هي تقدر تشجعهم وتكوش عليهم ان هي ان هم يقدروا باذن الله يوصلوا السيزون بشكل كويس. وقد كان في النهاية ان هي لحد ما وصلوا فاينل الدوري ولعبوا قصاد الزمالك وقدروا ان هم ان شاء الله يعني الحمد لله ياخدوا الدوري، وكانت بطوله صعبه جدا كانت باينه يعني. هم محققين انجازات السنه دي يعني، انا مش عارف الحقيقه ليه الناس، لكن الكره الطائره بنات لا محققين انجاز، انها تاخد الدوري والسوبر طبعا. اعتقد ان ده انجاز، انت خسرت الكاس بس اعتقد الكاس مش كده؟ بالظبط، تكسب اثنين وتخسر واحده ده انجاز كبير طبعا. انجاز كبير جدا. اخيرا يا دكتور، لو حد بتقول يعني حاجه لنهله تقولها ايه؟ اكيد طبعا هشكرها على كل السنين اللي هي قضتها جوه النادي الاهلي كلاعيبه، وعلى كم الانجازات اللي هي حققتها. اشكرها على انتمائها واخلاصها للنادي بتاعها، واشكرها على ان هي يعني ضحت بكتير في حياتها عشان خاطر ان هي تقدر تحقق الانجازات دي مع النادي كلاعيبه، وان شاء الله بقى ربنا يوفقها باذن الله في الخطوه الجايه باذن الله بعد الاعتزال. تقال انت مبسوط ان هي اعتزلت؟ ها؟ لا والله خالص، انا قرارها ما عنديش مشكله خالص. انت مش فارق معاك، عايز تعتزل معايا. الاثنين القرارين وجودها معاك هو الاجمل في هذا الامر. انا بشكرك جدا يا دكتور على هذه المداخله، شكرا جزيلا. مهم برضو وجود دكتور احمد، خصوصا ان هو رجل رياضي وله متواجد في الاتحاد الدولي للطائره للريشه، واعتقد ان ده برضو مخليه سند جيد ليكي. بالظبط، ويعني زي ما بقول لحضرتك
انا بالعكس انا برجع له في اي حاجه طبعا، يعني مؤهلاته ان هو في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي ان هو بالظبط مدير، يعني مدير تطوير، فاعتقد هو يمكن انسب حد ان انا اتكلم معاه في الرياضه او في خطواتي الجايه. فلا بالعكس هو بيدعمني كتير، وحتى يعني على قرار الاعتزال هو فعلا زي ما قال لي الكلام ده بيني وبينه، قال لي انت في اي قرار انا هدعمك فيه اللي انت شايفاه. يعني هو ولا مثلا كان في ناس اعتقد ممكن فعلا بيتبسطوا لما مثلا خطيبتهم تعتزل او كده عشان طبعا بتكون اتفرغت بالظبط، هو لا بالعكس بصراحه هو دعمني قال لي في اي قرار هتاخديه انا معاكي يعني. وانسب شخص طبعا يعني حتى بعيدا عن هو خطيبي، انسب شخص كمكانته ان انا اتكلم معاه في الرياضه عامه يعني. طيب في صورتين كده هنعرضهم لنهلة وعايز تعليق، جاهزين؟ اتفضل. هي نهلة هي شايفينها يا جماعه اللي تحت خالص. صورة من كام سنة دي؟ من عمر، دي عمر كبير جدا. انا حتى كان الاجيال دي كانت اكبر مني برضه، يعني انا حتى متهيألي باين ان انا اصغر واحدة. ايوه واضح ان انت كابتن رؤوف هنا اعتقد. كابتن رؤوف ايوه صح صح صح. انا رقم واحد هنا. صور من الصور الجميلة جدا، الطفولة طبعا وصور الطفولة اعتقد بتفكرك بايام يعني نفسك ترجعي للايام جميله. طبعا طبعا كانت ايام جميله، مفيش اي حاجه. هو انت بس بلعب وخلاص. بلعب والواحد كان هو صغير مبسوط طبعا والكلام ده، طبعا احلى ايام يعني. برضو عشان ندي لكل واحد حقه، بالمناسبه انا بكره عندي حلقه مهمه جدا مع كابتن خالد العوضي، انا عامل فيها شويه مفاجآت لجمهور النادي الاهلي ان شاء الله، يعني مع فريق الاعداد بالكامل ومع احمد رشاد. الحقيقه عاملين حاجه ان شاء الله بكره تعجب جمهور النادي الاهلي، يعني كابتن خالد العوضي معايا بكره على الهواء مباشره، واحتفال بعدد كبير من البطولات، كؤوس هتشوفوا كؤوس هنا يعني. يعني لو جبت لنا لونجايه سمير كده من بعيد. ايوه هو الاستوديو اكبر من كده، انت شايفه الاستوديو. ايوه طبعا طبعا. الكؤوس كتيره لدرجه ان احنا مش عارفين نحطها فين. صح بجد والله. صح صح. مش عارفين السنه، السنه دي كانت ناجحه يعني كل المقاييس. يعني لسه بندرس الموضوع فعلا. هنحط هنحط الكؤوس فين عشان نظهرها على الشاشه. صح. لان احنا لعبنا السنه دي 22 بطوله في الالعاب الاخرى. الصالات كسبنا 18 من 22. طبعا انجاز وموسم ناجح يعني بجميع المقاييس، اعتقد رقم قياسي يعني في الالعاب الاخرى فعلا. كابتن خالد العوضي ودوره في اللي حصل في السنه دي اللي هي سنه بتعتبر طفره كبيره جدا في العاب الصالات او الالعاب الاخرى بالكامل بعيدا عن كره القدم يعني. هو انا بصراحه يعني انا اللي يعرفني هيعرف ان انا مش بجامل او مش طبعًا. بقول لحد حاجه مش في حقه، بس انا يعني انا دايما بقول لكابتن خالد وهقولها برضه على الهوا، ان انا الحمد لله ان في الوقت ده بالذات والسيزون اللي فات ده بالخصوص ان كان كابتن خالد موجود، يعني ده من الحمد لله ده يعتبر حظنا كويس بصراحه. انا يعني ما شفتش بصراحه يعني كان معانا، انا عايز اقول ان هو كان معانا في فندق الاقامه قبل الماتشات النهائيه، كان بيدعمنا بقوه يعني فعلا. انا ما شفتش يعني. كده بصراحه معانا. انا عايز اقول ان هو حتى يعني مخلي اللعيبه مستريحه وهي بتتكلم معاه، اي مشكله هو موجود في اي وقت، يعني انت اي وقت انت عايزه حتى والله مش بهزر، حتى لو واحده بالليل هو موجود في مكتبه، هو مستني في مشكله، لا هو قاعد لغايه حتى لو هيمشي بعد ما النادي بيضلم لغايه لما يحل المشكله دي، بيشوف احنا عايزين ايه، كان على طول بيتواصل معايا الفرقه عامله ايه، محتاجين حاجه، اللي انتم محتاجينه هعمله لكم، كل حاجه بصراحه. فانا بقول ان احنا فعلا كان حظنا حلو، وانا بقول له انا كمان بشكل خاص انا كان حظي حلو ان يعتبر السنه دي كانت اهم سنه بالنسبه لي عشان هي سنه اللي اعتزلت فيها، فانا الحمد لله ان كان حظي حلو ان الحمد لله اتعاملت مع كابتن خالد العوضي كمدير نشاط رياضي طبعا السنه دي. مجلس الاداره ودور مجلس الاداره، يعني انا بشوفك لما كابتن خطيب عمرو بيه فاروق الاستاذ خالد مرتجي كل الناس هم واقفين بيبقوا يعني مبسوطين جدا وسعداء بكميه التتويجات اللي حصلت خلال الفتره الاخيره، مجلس الاداره ودوره يعني. برضو انا هقول هم معانا من اول ماتش، يعني حتى اعتقد الماتش ده كان منتشر جدا، اول ماتش لينا اعتقد في السيزون كان مع الزمالك، هم كانوا متواجدين معانا في الصاله. مظبوط. يمكن حتى لو قلنا الناس شافوهم في المباراه بس، لا هم ما كانوش معانا من هنا بس، لا هم كانوا معانا من قبلها اثناء التدريب، كانوا بيحضروا التدريب بيدعمونا على طول على اتصال، برضو نفس الكلام بيطمنوا على الفرقه بيشوفوا احتياجاتهم. يعني بصراحه لا يعني انا بشكرهم وكلهم كانوا حاضرين معانا اثناء التتويج بالدوري واثناء السوبر،
وحتى يعني حتى لو حد كان حصل له ظرف ما عرفش يجي، بالعكس اتصلوا بيا وخلوني اوصل طبعا يعني التهاني طبعا للفريق كله. فطبعا بنشكرهم، لا دورهم كبير جدا في الانجازات اللي حصلت دي كلها، ومش في الفولي بس، في جميع الالعاب اللي احنا شايفينه. يعني حتى الووتر بولو اعتقد كان بطوله الدوري غايبه بقى لها 20 سنه رجعت السنه دي، فده شغل سنين يعني، كمان مش هقول بقى السيزون ده، لا هم طبعا عاملين في حسابهم الشغل ده كله انه يطلع بالشكل ده دلوقتي. يعني اخيرا طموحك ايه بقى خلال الفتره اللي جايه؟ اتمنى ان شاء الله ان انا زي ما اديت دوري كلعيبه اقدر ادي دوري ان شاء الله في المستقبل او التحدي الجديد اللي انا هدخله، اتمنى ان انا اكون ناجحه فيه، وهحاول اعمل اقصى ما عندي ان انا ان شاء الله انجح فيه. ربنا يوفقك، انت مثال جيد ورائع الحقيقه للانتماء اللي احنا يعني مش عايز اتكلم على حد، ولكن الانتماء، لانه الانتماء ده شيء مهم جدا جدا في حياتنا. اللي عايز ينظر لهذا الامر ويعرف يعني ايه انتماء ينظر للنجمه نهله سامح، لانها انا عارف حاجات كتيره جدا جدا حتى ما حاولتش ان انا اتكلم فيها ومش عايز اتكلم فيها، ضغوطات كثيره جدا خلال السنه اللي فاتت تحديدا علشان ومن قبلها برضو علشان تبقى بعيد او تطلع بره النادي، ولكن في النهايه نهله سامح امام حضراتكم واعتزلت داخل النادي الاهلي وعايزه تكمل مشوارها اللي بداته بواحد او اللي نهيته ب 51 بطوله في الملعب، ان شاء الله تبدا مشوار جديد وبطولات اكثر خلال الفتره القادمه. انا بشكرك جدا يا نهله، كل التوفيق ليكي في الفتره اللي جايه. شكرا متشكر. شكرا جزيلا لكابتن نهله سامح. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هرجع لكره القدم مره اخرى ومباراه حرس الحدود، ايه اللي هيحصل يوم الخميس اللي جاي؟ عندنا مباراه مهمه جدا 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 وصعبه جدا جدا. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل احمد ثابت وكريم سعيد في ضيافه البيت الكبير.